يعني أحس كرامتنا باختصار، كرامتنا من كرامة هذه القضية. حالياً قل الحضور للأسف الشديد، وكل صراحة نقولها. ما أتكلم فقط عن الأحداث، أتوقع غزة ومنظومة غزة أرغمتنا أن ننظر للداخل أكثر، نحس بأهمية أن نهضة بأوطاننا، نهضة بأنفسنا، التغيير. مجرد ما صارت هذه الأحداث، القضية صارت يعني صار التركيز عليها ربما لأقوى درجة يمكن في تاريخها. والله القضية الفلسطينية في محور حياتي، يعني من أقوم إلين أنام. حاضرة دائماً وبقوة في كل خطوة أسويها. طبعاً هي كقضية كانت حاضرة عندنا، عندي أنا شخصياً وعندنا في البيت من زمان، من قبل 7 أكتوبر، لكن زاد حضورها بعد 7 أكتوبر لعدة أسباب، طبعاً أهمها المجازر الوحشية اللي جالسة تحصل الآن. مع بداية الأحداث في الفترة الماضية كان في حضور قوي جداً في حياتي شخصياً وفي حياة من حولي، لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة قل الحضور بشكل واضح. أول بدايات كنا واجد أنت راح كنت واجد أبكي، يعني انهرت تماماً وانهرت لفترة طويلة جداً، وأثر على كل شيء في حياتي، كل شيء، لدرجة إحنا ما كنا قادرين نسوي أي شيء. يعني من استيقاظي إلى آخر لحظة قبل ما أنام والقضية حاضرة، سواء كقراءات أقرأها، مقالات أتابعها، أنشطة نقوم فيها في مسألة جمع التبرعات وإرسالها إلى غزة، أو في تثقيف الأطفال، أو في حوار سياسي عن مآلات. ولما أرجع البيت مع ولدي الصغير نشوف علم فلسطين ونقول تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، فهو يتشجع معاي. توعية الأطفال في البيت وجعلهم كمان نعطيهم فرصة للمتابعة وفهم الأحداث. هل كان القضية الفلسطينية حضور نفس الحضور الحالي قبل 7 أكتوبر؟ أعترف لكم أنه مقصرين، وأنا أولهم، يعني أنه القضية ما كانت موجودة وحاضر في قلوبنا، لكن ما مثل الحين بالضبط. نقول السنوات الأخيرة كان في نوع، ما أريد أقول فتور، بس قلة تركيز على القضية. يعني قبل كانت القضية، تعرفي لما كانت قبل في الحروب الماضية نهب هبة وبعدين نسكت نهب هبة، لكن هذه المرة كان وقت مختلف. احنا كبرنا على القضية الفلسطينية، كانت موجودة في حياتنا من احنا اطفال، شفنا اهلنا مهتمين، متابعين، داعمين بمختلف الطرق، فالقضية كانت موجودة وكبرنا عليها. 2000 من سنة 2000 اذكر استشهاد محمد الدرة، هذاك الاعدام كلنا شفناه لايف، كان بشكل مباشر، كان عمري تقريبا 13 سنه. واللي فاجأني اكثر مش اعدام محمد الدره بقدر ما بعد اعدام محمد الدره. يعني واذكر وانا في ذاك العمر استغرب انه ليش ما حد ساعده، ليش ما حد حاسب. انه بعد التطبيع العربي وللاسف الشديد صار في انفسنا بعض الياس، وانه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني في القضيه حضور القضية كان دائماً موجود، يعني القضايا العرب والمسلمين عامة يعني ما تقتصر فقط على فلسطين، لكن فلسطين تظل تاج القضية لأسباب كثيرة ولطول القضية وأهميتها. بس أعتقد شناعة اللي صار وقوة اللي صار وتأثيره أرغمنا أن إحنا نذكر نفسنا دائماً بالقضية، لأن القضية تعدت كونها مسألة سياسية أو تحدي سياسي، الحين صارت مسألة أخلاقية وإنسانية، واللي ما يتخذ فيها موقف يعني ما أعتقد أنه حتى يستحق لقب الإنسانية، فأظن هذا هو التغيير الأكبر اللي صار. زين، إيش هي أشكال حضور القضية حالياً معك؟ يعني كيف تحضر القضية فعلاً؟ تحضر في ممارسات اليومية تجاه العمل والعائلة والأصدقاء والبيت وعلاقتي بربي، تحضر في مقاطعتي لكل الأشياء، لدرجة أنه ما صار مقاطعة مجرد فكرة، صارت أنا صرت أحس بالاشمئزاز حتى يعني بعض الأحيان. صار في حضور كبير جدا، لا سيما على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفردي، وحتى الناس اللي ما كانت متابعة ولا لها في السياسة ولا تريد تدخل، أصبح الموضوع خلاص ما عاد موضوع سياسة،
ولا موضوع حتى لا عروبة ولا قضايا ولا كذا، موضوع إنساني بحت. وأيضا بالنسبة لي اللي تغير قيمة الإعلام الحر، الجيل الحالي تقريبا هو الجيل الوحيد اللي يمكن ما تشبع من الإعلام القديم اللي ممكن نقول تقليدي اللي كان فيه بروباغاندا كثيرة. الحين الإعلام حر، والواحد صار سهل أنه يبني آراء بنفسه ويشوف الحقائق بنفسه. الحين طفل غزاوي في الشارع أقوى من أقوى مؤسسة صحفية أو إعلامية قائمة حاليا، ويتكلم وهو أصلا في وسط الحرب، في وسط كأنه ضعيف ولكن الله قواه. فإحنا من يعني عشان يعني نتكلم ولا عشان نشتكي ولا عشان نتذمر؟ يعني أحس كرامتنا، باختصار كرامتنا من كرامة هذه القضية. إيش أكثر مشهد أثر فيك في العدوان الحالي على غزة؟ حقيقة مشهدين، مشهد الجثث بشكل أكبر، بشكل يعني مؤلم، بس مع ألمه في قلبي في سلوان لما أقرأ يعني آيات الله سبحانه وتعالى لما يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلما أقرأ هذه الآية يعني نفسي ترتاح وأطمئن. كل مرة بتشوف مشهد بتقول هذا أصعب شيء، وبيجي بعده شيء يوجع القلب أكثر منه. قضية المساعدات الأمريكية والإسرائيلية لأهلنا في غزة، يعني لما عقوا المساعدات من هليكوبتر أو من طائرات وطاحت في إخواننا المساكين اللي انتظروا يعني أبسط الأشياء، الأكل يعني والخبز والطحين أساس يسدوا جوعهم، فطاحت فوق رؤوسهم وتوفوا، يعني لا حصلوا أكل ولا شيء، لكن إن شاء الله يكونوا انتقلوا إلى رب العالمين. يعني هو ما مشهد واحد فقط، هي مشاهد أتوقع، أن كيف هان للعالم وللمعتدي طفل، حياة طفل أو نساء أو أمهات، وأن كيف بالنسبة لهم صار منظر عادي أن يكون في طفل جائع ويموت من الجوع. أعتقد هذا جداً جداً مؤثر. أقدر أحدد يعني وأنت تتكلمي أتذكر حتى الأصوات اللي شفتها وأثرت علي وبكيت. أنا شوفي واجد أتأثر من ناحية الأطفال لأنه أنا عندي أطفال، فما أقدر أتخيل أن أطفالي في يوم من الأيام يكونوا في هذا الموضع. وبالنسبة لي إنسانة محاطة الحمد لله دائماً بالأطفال في العائلة وكذا، يعني دائماً هذه الصورة الذهنية تكون في بالي أن الحمد لله على النعمة اللي إحنا فيها، بس يا الله كيف هذه الأمهات أو النساء يعيشوا في هذا الجو اللي يشوفوا عيالهم يموتوا من اليوع. فوايد وايد صعب، وايد مؤثر. معاناة الإنسان بشكل عام مؤلمة، لكن معاناة الأطفال لما تشوف طفل صغير جثة، حتى مش جثة كاملة، وأنا أم يعني في كل منظر بشوفه بشوف إحساس الأم فيه، بحاول يعني بتخيل إحساس الأمهات. فكل منظر بشكل عام في غزة في الفترة اللي فاتت أو قبلها مؤلم، لكن مناظر الأطفال هي الأكثر إيلاما. فأنت تخيل مقدار القوة اللي هم عندهم، ونحن الكبار معنا نفس حتى القوة اللي معاهم. يعني حتى أحس بالخجل، مريم أنتي تبكي على أشياء واجد سخيفة، وفي النهاية طفل مثل هذا الشخص يتكلم بهذه اللغة. أثر فيني واللي يزيد في قلبي يعني غضب هو مشهد تدمير البنية التحتية، تدمير الجامعات، تدمير الطرق، تدمير البنية التحتية. لأن هذا المشهد أو هذه التصرفات من الاحتلال الإسرائيلي ما لها داعي، هي فقط غل وحقد ومحاولة لتشجيع الإنسان الفلسطيني أنه يترك أرضه لأنه ما بقى له فيها بنية تحتية. أيضا في الإنستغرام أي شيء مقطع مؤلم أنشره، صح الناس تتألم وتقول إنه مقطع مؤلم لا تنشره، لكن أنا أنشره عشان تذكير للإخوة البقية يعني المسلمين إن القضية ما ننساها. في ما أقدر ألخصها في مقطع، وأيضا في سبب إن أنا أحاول قدر المستطاع إني ما أشوف وأعرض نفسي لكم وابل هائل من المادة البصرية الصعبة، لأن في سبب كثرة هذا من وجهة نظري كثرة التعرض لهذه الأمور ممكن تسبب نوع من ردة الفعل السلبية، وحتى ممكن تدب في نفسية الواحد وتخليه يعني يقول لا إيش الفائدة يعني، أو حتى يدب في اليأس. فأنا صراحة أنصح إن خذ القدر المطلوب إنك أنت على اطلاع وركز على العمل. أيضا بالنسبة لي أعتقد إن من النقاط اللي فعلا
هزتني كثير واعتقد انها هزت الكثير يعني حولي واللي اشوفه حتى مش فقط في وطننا العربي حتى خارجه، ان المنظومه الاخلاقيه الحقوقيه الغربيه اللي سوقت لنا لسنوات انهارت تماما يعني، فتركت فراغ. واتمنى ان احنا نملاها باخلاقنا وبقيمنا وبالاشياء اللي احنا مؤمنين فيها. اول زمان قدواتنا من، والله ما اكذب عليك، احيانا تكون قدواتنا استغفر الله يعني ناس أجانب حتى ما لهم علاقة فينا، بس عشان حققوا إنجازات وعشان حققوا نجاحات، ونروح نقرأ كتبهم كيف حققوها. أنا بالنسبة لي الحين قدواتنا الأطفال اللي في فلسطين وغزة، هذه القدوة الأساسية اللي كل واحد مفروض يستحي من نفسه قدامهم. أنا أتمنى إنه يعني أنا حالياً بوعي أطفالي ومتابعين بشكل قوي جداً، وكان هدفي إنه لا هم حيكملوا، لكن الحقيقة إحنا نتمنى إنه ما نكون محتاجين انه اطفالنا لسه هم يعني يحاولوا يدعموا في المستقبل، لا نتمنى انه في يوم من الايام نوصل نشوف غزه وفلسطين كلها حره، ولا اطفال فلسطين يعانوا، ولا اطفالنا يكون محتاجين يدعم ولا اي شيء. اولا يحتاج نتكلم عن القضيه في كل محفل، وما نستحي وما نخاف، يكون دائما حديثنا واضح وصريح بانه ما يحصل هناك بيأثر علينا، ممكن يأثر علينا سلبا وممكن يأثر علينا إيجابا. يأثر علينا سلبا إذا أهملنا واعتبرنا أن القضية ما قضيتنا، يأثر علينا سلبا إذا ظنينا بأنه إهمالنا للقضية راح يعني أنه ما راح نحس فيها في قلوبنا، وبالتالي تخف حدة الغضب أو يخف حدة الغضب في أنفسنا، وبالتالي نعيش حياة فيها راحة نفسية. لكن الحقيقة أنه متابعتنا المستمرة، حديثنا المستمر، شعورنا المستمر بالغضب، شعورنا المستمر بالحزن، وشعورنا المستمر بالرغبة في تقديم شيء، هو الشيء اللي راح يضمن لنا يعني فلاحنا، سواء على الصعيد الدنيوي أو على الصعيد الأخروي. وجودي هنا هذا أحد يعني محاولات البسيطة الشخصية المتواضعة إنه بس أعبر ووصل رسالة، لأن القضية اليوم نحن نسجل هذا الفيديو ونحن تجاوزنا 6 شهور، أولاد للأسف الحالة الإنسانية من سيء لأسوأ، الأمور ما تتحسن، الأمور في مسار في منزلق من خطير لأخطر. فبالتالي كون انه صح مرت فتره ما معناته انه نحتاج ننسى، فبالتالي احاول قدر المستطاع ان اوعي اللي حوالي، والحمد لله الوعي عمره ما توقف. فاحيانا اذا في نوع من الصور الرمزيه، التواصل الاجتماعي بالطريقه اللي اقدر عليها يعني. اعتقد الاعلام له دور، مثل ما قلت الاعلام الحر يعني له دور كبير جدا يعني، فضروري ان الكل يتكاتف ان دائما نتكلم عن القضيه، دائما القضيه تكون حاضره، وان ما فقط مثل ما قلت يعني قبل ان ما ننظر لها ان هي مساله سياسيه، هي مساله انسانيه، مساله لها ابعاد كثيره كثيره جدا يعني، فنشوف على ابعادها المختلفه الاخلاقيه الانسانيه الاقتصاديه، وان نحاول قدر الامكان ان ناخذ الدروس من كل هذه النواحي، وان شاء الله نخلق تغيير وفي حياتنا وفي حياه اللي حوالينا. والله أتمنى أصلي في القدس. يعني هذا هو الحضور، يعني هذا هو الأمنية، هذا هو الحلم، هذا هو الدافع القوي. يعني أنا إذا ما قوتنا هذه القضية تو من أجل مستقبل باهر بالنسبة لنا، من ناحية تمسكنا، من ناحية شغلنا، من ناحية اشتغلنا على نفسنا، من ناحية اقتصادنا، من ناحية كل شيء كل شيء كل النواحي، حتى تماسكنا الاجتماعي أشواق. يعني أنا ما حسيت بقدر الحب، حب العائلة وتقدير قيمتها وتقدير قيمة أطفالي إلا من خلال هذه القضية. تخيلي يعني تماسك مجتمعي ما طبيعي بسبب قضية. فأنا أحس إنه مفروض هذه القضية تغيرنا للأفضل حقيقي، تغيرنا حقيقي للأفضل، تغيرنا تغيير جذري مش تغيير بسيط، خصوصا الناس اللي آمنوا بالقضية بطريقة يعني خلاص. فأنا أحس لو هذه القضية ما دفعتنا للأمام في كل شيء في الحياة، أحس إن فشلنا يعني، حتى في أحاسيسنا، حتى في مشاعرنا. حرب فيتنام ما توقفت إلا بسبب نزول الناس للشارع، يعني الشعب الأمريكي لما نزل للشارع يطالب بإيقاف هذا الحرب، هذيك ساعة الحرب توقفت، ولا غير عن كذا كان المجرم الأمريكي كان بيستمر يعني في تقدير الناس يعني.
والحمد لله أنه صار في نتيجة، وهذا هو الحل الوحيد اللي أشوف معانا حاليا. أيضا بالنسبة لي من الأشياء اللي تغيرت أن الحين ما عادت رفاهية أو خيار أن الواحد يقول كلمة الحق، يعني أن إذا أنت ما مع الحق أو ما قلت الحق فأنت أوتوماتيكيا يعني في الفريق الثاني، ف وأن هذا هو الوقت اللي الواحد مفروض فعلا فيه يبدي رأيه ويتكلم ويحقق الحق ويبطل الباطل.